ان نوصل مليون مليون بإذن الله. مليون ريال باذن الله بنوصل باذن الله. احنا ترى وصلنا لمرحله جدا طيبه، لكن نحتاج برضو نشد. شرف الزمان رمضان وشرف المكان. صدقت والله قليلا ما يتوفر ترى مثل هذه الاوقاف. وفي شيء شرف الزمان رمضان وشرف المكان مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شيء ثالث، اجعل لك سهم، اضرب بسهم، وزي ما يقول بندر دايم، بندر يقول دايم الوقف راح يكتمل راح يكتمل، صح، لكن من اللي يكون له سهم في هذا الوقف؟ بعدين اي واحد من الجمهور قد يكون هو مد يدعو احد ما يتابعنا اصلا، فيكون سبب في انه يدفع، فلك الاجر حتى لو لم تدفع شيئا. وفي شيء ثالث غير أجر. شرف المكان وشرف الزمان، صدقة السر. الحين تقدر انت تصدق بجوالك، ما حد يشوفك ولا حد يدري عنك، مو بلازم تروح وكل الدنيا تشوفك بالجمعية. والواحد ترى يحمد الله عز وجل انك تجد من ياخذ منك الصدقة. ترى من علامات الساعة ان ياتي يوم تخرج فيه صدقتك فلا تجد من يقبلها. يفيض المال، تنزل السماء كنوزها، تخرج الأرض ما فيها، لا يبقى أحد محتاج، ويصير المال يفيض حتى يصير كالتراب، وتصبح أرض العرب مروج خضراء. تجي تعطي الواحد يقول لك لو جيتني أمس، معناها اليوم فرصة أنك تبذل في هذا السهم اللي هو سهم المتصدقين ما دام الباب مفتوح. لكن إذا أغلق، إذا أغلق غدا ما راح تقدر تعطي لأي أحد. ترى بركة بركة هذه الصدقة ترى تنتقل جيلا عبر جيل لأبنائك أحفادك، لأنه وقف. نعم، لأنه وقف، تنتقل هذه البركة مستمرة إلى قيام الساعة. والفرص كثيرة، يعني الآن اللي يشوف، أنا أجزم أن معاك فلوس أيا كان، وقبل كم يوم كان في راتب، وانت حي وانت تشعر وانت في بلد الإسلام وفي أهل الخير، عندك فرص كثيرة جدا. يوم من الأيام لا قدر الله قد تكون لا تستطيع تشاهد الشيء، ما تستطيع تبذل. الآن دائما الأمر متاح معك، فابدأ. بشرى لطيبة من نبي تأخيا وتآفا، ولمن تصدق أو عساه في المدينة أوقفا.